آلاف من الزائرين اليوم كانوا في معرض إيدكس. اللي جامع بينهم هي حالة الإعجاب بما أنجزته مصر وبما طورته مصر وبما استطاعت أن تحققه مصر من إقامة هذا المعرض اللي بيعكس نوع من الاستقرار الكبير. وزي ما قلت لحضراتكم شعار هذا المعرض هو القوة والسلام، واللي ترجمه وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي امبارح بأنه مفيش سلام دون قوة تحميه. دي كلها رسائل واضحة جدا لازم الناس تعيها. وعايز أقول لحضراتكم بقى على حاجة مهمة جدا. في عصر مر على مصر كان الناس بتقعد تتكلم بفخر شديد جدا عن مش عارف صاروخ القاهر والصاروخ الظافر وكان في حالة من بيع مش عايز أقول بيع الوهم يعني، ولكن كان في حالة من المبالغة. مصر النهاردة يا جماعة ما بتبيعش الوهم لحد. مصر النهاردة ما بتبيعش الوهم لا لينا في الداخل ولا للعالم في الخارج. ولما بتقول ببساطة شديدة جدا ان انا طورت وعندي صناعات وعندي اسلحة وعندي يعني تكنولوجيا بقدمها، فاحنا قدام واقع حقيقي جدا. الحقيقة بنشكر كل اللي وقفوا ورا هذا العمل الكبير. وخليني اخد الحقيقة واحتفي، مش بس استمع يعني بانصات شديد، ولكن احتفي بأحد الجنود الكبار الذين وقفوا وراء هذا المعرض، رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك مع الفريق. يعني انا الاول لازم اهنئ حضرتك على هذا الانجاز الكبير، المشاركة الضخمة للهيئة العربية للتصنيع في برئاسة حضرتك في هذا المعرض. يعني الحقيقة احنا نهني انفسنا كلنا كمصريين ان احنا الحمد لله مصر قدرت تنظم معرض سلاح دولي بهذا الحجم، بهذا العدد من الشركات، بهذا العدد من الدول المشاركة فيه. احنا كلنا نفرح ونفتخر بهذا العمل اللي من خلفه حقيقي مجهود كبير جدا نفذته قوات مسلحة تخطيطا وتنفيذا مع سيد اللواء العصار. كان مجهود ضخم جدا، ما تصورش حضرتك حجم المعارضات قد ايه، حجم التدفق اللي كان بيصل الى مطار القاهرة والى مصر في وقت قصير للمعدات دي كلها، وقت قصير. وبالمناسبة كان في أسبقه وكان في معرض قبليه بعد الصلاة، يعني الوقت اللي كان متيسر للتجهيز الداخلي للقاعات كان لا تعدى 48 ساعة. بيتنفذ فيه كل أعمال الدكور وأعمال اللي حضرتك شفتها ودخول المعدات والمنتجات وفرشها والاستعداد لهذا الكلام. الناس ما كانتش بتنام فعليا، ما كانتش بتنام بجد يعني. مجهود ضخم جدا. القدرة نفسها على التنفيذ الحمد لله قدرة تثبت قدرتنا كمصريين ان احنا نقدر نعمل عمل كبير وفي وقت قصير وبدقة عالية. الحقيقة نوجه كلنا الشكر لإخوات المسلحة، نوجه كلنا الشكر لسيادة اللواء العصار على هذا المجهود، نوجه كلنا الشكر لصاحب الفكرة في عمل معرض او اعداد معرض للسلاح بهذا المستوى في ارض مصر. طيب فندم، هسأل حضرتك عن دلالتين، الدلالة العسكرية لهذا المعرض والدلالة السياسية. الو سيادة الفريق مع حضرتك. انا معاك يا دكتور، معلش الصوت اختفى. لا انا بسأل حضرتك لان انت عارف احنا مهتمين دايما بالمواطن اللي هو بيتابع ممكن ما يكونش ملم بكل التفاصيل الفنية. دلالة هذا من وجهة نظر حضرتك، دلالة هذا المعرض عسكريا وانعكاساته عسكريا على مصر، ودلالته وانعكاساته سياسيا ايه؟ سيادة الفريق. الو ايوه يا فندم. ايوه دكتور الصوت أنا... معلش. طيب حضرتك سامعني كده؟ الدلالة السياسية والدلالة العسكرية. بالظبط.
دلالة سياسية طبعا، دلالة قوية جدا. وزي ما احنا بنقول مجرد قبول الشركات عدد هذا الكم من الشركات الكبيرة، وهذا العدد من الدول اللي تعدت 41 دولة ابتداء من امريكا وروسيا وباقي الدول، مجرد قبول الاشتراك في معرض سلاح دولي في القاهرة ده له دلالة ومعنى كبير جدا على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي. صحيح. وعلى المستوى العالمي. صحيح. الدلالة العسكرية الحقيقة دلالة بتقول إن هناك صناعة عسكرية مصرية قوية، العالم كله شافها خلال يومين في المعرض، وإن شاء الله بكرة اليوم الثالث إن شاء الله، وعليها إقبال شديد جدا، ويصل إلى حد يعني نقول الناس يعني ما كانتش متصورة إن إحنا لدينا هذه المنتجات اللي لا تقل في جودتها ومنافستها عن باقي المنتجات العالمية. الدور الهيئة يا فندم وإسهام الهيئة في هذا المعرض، يعني ما الذي يمكن أن تقوله عنه للرأي العام؟ الحقيقة أنا فرصة وأنا مع حضرتك في البرنامج المحترم بتاع حضرتك، شكرا، أنا أوجه الشكر والتحية لكل المشاركين والعاملين في الهيئة العربية للتصنيع على حجم المجهود الضخم اللي ظهر وبان خلال اليومين اللي فاتوا واللي هم بذلوه، ومشاركة بمنتجات قوية ومشاركة بمنتجات عديدة في كافة المجالات، المنتجات العسكرية أو حتى الصناعات اللي بتخدم على القطاع العسكري. أنا كل ده ظهر الحقيقة، وظهر وانعكس النهاردة في حجم اللقاءات والمفاوضات اللي تمت النهاردة على طوال اليوم النهاردة. احنا عرفنا فندم انه في اتفاق، يعني اتفاقات تمت بالفعل في الحقيقة، تمت في النهاردة تم توقيع اتفاقين ما بين دولة البرتغال من خلال 17 شركة النهاردة كانوا موجودين النهاردة على مائدة مفاوضات مع الهيئة العربية للتصنيع، ومعاهم رئيس هيئة التصنيع العسكري في البرتغال، وفي نفس الوقت من إحدى الدول الشقيقة دولة الأردن رئيس مركز الملك عبد الله الثاني للصناعات العسكرية. كان حقيقة كان حاجة محترمة جدا، وشعور جميل وشعور وطني عربي رائع النهاردة الحقيقة. ووقعنا برضو بروتوكول تعاون في مجال الصناعات العسكرية للتكامل ما بين الصناعات العسكرية العربية. ان شاء الله يا فندم، يعني المعرض ده يتكرر بعد عامين، فمن تقدم لتقدم، وباسم الشعب المصري كله بنشكر حضرتك وبنشكر القوات المسلحة وبنشكر كل من فكر وساهم في إخراج هذا المعرض للنور. شكرا يا فندم.